واللي ورا اللي فيها الدبوس الاخضر اسمها تريجو فارنجل. يبقى دي بلاتو ودي اسمها ايه؟ تريجو فارنجل. بلاتو فارنجل تريجو فارنجل. في مشاكل؟ الدبوس الاحمر في البلاتو فارنجل والدبوس الاخضر شايفه الاخضر تريجو فارنجل. ها تمام. في مشاكل؟ طيب بص كده دي مين دي؟ دي الستايلويد بروسيس. تمام بص انا بسحب من تحتها ايه؟ في عضله هنا ايه قلت لك هتبقى على الكودل وراها. يبقى دي اسمها مين؟ كودل ستايلو فارنجل. شايفينها يا جماعه اسمها ايه؟ كودل ستايلو فارنجل. انا كده خلصت الماسل بتاع الفارنكس. كريكو سايرو هايو بلاتو تريكو كودل ستايلو فارنجل. في مشاكل؟ مفيش مشاكل. امال يا ترى فين الماسل بتاعه السوفت بالات؟ اتنين صغيرين خالص. بص كده على الدبابيس، احط لك دبوس ابيض
في العضلة اللي فوق اللي هي اسمها تنسور في اللاي بلاتينين، ودبوس اسود في العضلة اللي تحت بتاع ده اسود في العضلة اللي تحت هسميها ريفيتور في اللاي بلاتينين. بص كده معايا، يبقى العضلة دي بسميها ايه؟ تنسور في اللاي بلاتينين. ارجعي بقى لورا خلي زمالك شوفوا، يبقى دي اسمها تنسور في اللاي، يبقى دي اسمها تنسور في اللاي بلاتينين، واللي تحت اسمها ليفيتور في اللاي بلاتينين. ها يبقى دي اسمها تنسور في اللاي بلاتينين، واللي تحت ليفيتور في اللاي بلاتينين، اسمها ليفيتور مش ليفيتور. ها اللي فيها الدبوس الابيض اسمها ايه؟ تنسور في اللاي بلاتينين. تمام شايفين؟ واللي تحتيها اسمها ليفيتور في اللاي بلاتينين. في مشاكل؟ طيب العضله دي كانت اسمها ايه؟ بسرعه ستايلو جلوس، ودي جينيو جلوس، ودي هايبرس. اما دي جينيو، دي اسمها ايه؟ كريكو فارنجل، ودي سايرو فارنجل، ودي هايو فارنجل، والاماميه بلاتو وتريجو وجودة الستايلو ايه فارنجل. في مشاكل؟ ودي تنسور في اللاي بلاتيني، واللي تحتيها ليفيتور في اللاي بلاتيني. امال دي كانت اسمها ايه؟ ستايلو. في مشاكل؟ الناس هنا كله شاف؟ تمام يا جماعه.